مرحبا بكم، موعد جديد في المحقق مع سلسلة ضد مجهول اللي نرجعوا فيها كل مرة على قضايا لليوم واحنا قاعدين نحكيه ما زال مش معروف شكون المجرم ولا المجرمة اللي فيه. ساعات يتبادر إلى أذهاننا أنه القضايا هذه ما تكون كان في البلدان المتخلفة ولا في البلايس اللي التحقيقات فيها تكون ضعيفة ولا في القضايا اللي ما فيهاش فلوس تنجم الضحايا ولا عائلاتهم يحطوهم للبحث عن الحقيقة. لكن يتبين زادة أنه مهما كان الضحية وساعات يكونوا من أعيان الأعيان إلا أنه أحياناً سنوات تتعدى وحتى حد ما يوصل لمرتكب الجريمة، كما قضيتنا متاع اليوم قضية مثيرة غريبة والتفاصيل متاعها تشوفوها تعكس كل هذه الإثارة. قبل ما نعطيكم هذه التفاصيل، إذا ما زلتوا ما التحقتوش بالكوميونتي متاع المحقق، أدعوكم للالتحاق بنا باش نحتفلوا مع بعضنا قريبا بالمئتين ألف مشترك في القناة. إذا كانكم من الأخيين المشتركين وحضرتونا كويس الماء في هذه الحلقة الجديدة، هات إذن ننطلقوا في تفاصيلها. حكايتنا الليلة تبدأ من كاليفورنيا الأمريكية وترجع بينا ل 2011 وباش تهزنا لمحيط وعائلة ومنازل وقصور السيد هذا. نحكي على الملياردير جونا شاكناي. جونا شاكناي هو ملياردير من شركاته بالأساس في عالم مستحضرات التجميل. جونا يعني متميز في برشا حاجات في الخدمة متاعه، شركاته ناجحة، لكنه في أموره العاطفية، أموره الشخصية، الأمور مش ولا بد ياسر. عرس بصفة رسمية مرتين وكانوا زوز زواجات فاشلة، ثم عمل برشا علاقات ولكنها كانت زادة هي علاقات فاشلة. الجانب العاطفي كان عنده تعب برشا، لكن مع ذلك عنده ثلاثة صغيرات، زوز منهم يعيشوا مع أمهاتهم وعنده وليد فقط هو اللي يعيش معاه، ولده اسمه ماكس. ماكس ولد ستة سنين في 2011. ماكس هو ولده من زواجه الثاني من زوجته دينا أو طليقته، لأنه ما عادش متزوجين في 2011. ماكس يعيش مع أبوه، أبوه اللي الحقيقة ما زال كيف تعرف على طفلة كي شافها أعجب بها ملي شافها، اسمها ريبيكا. ريبيكا الحقيقة جاية من أسرة متواضعة جدا، جاية من بورما أصلا، بعيدة ياسر على أمريكا وبعيدة ياسر على بذخ كاليفورنيا. عديت طفولتها طفولة صعيبة ياسر، عديتها من بعد قرايتها وتقرأ وتخدم، ثم بديت تخدم وتعطي الفلوس الكل تبعثهم لعائلتها. في هذه الأثناء تعرفت وقتها بالصدفة، عن طريق الصدفة شافها جونا فعجبته. ما لقاء إلى لقاء كل مرة يشوفها بالصدفة، حتى للي توطدت العلاقة ما بيناتهم وعملوا أول موعد رسمي، وبعد ذلك طلب منها رسميا أنها تجي تعيش معاه وتبطل الخدمة تماما، وقالها أنه باش تكون معاه هو ومع ولده ماكس. الحقيقة ريبيكا ما كانتش من العكسين، كما هو حبها هي زادة حبته وتحولت للعيش
مع جونا وتعلقت كثيرا بماكس. ماكس ريز هذا كيف كيف بدرها نفس الشعور تقريبا من يعيش وحده طفل بخلاف معناتها اللي يخدمه مع الوالد متاعه يعيش وحده وبوه ديما غايب، فبالتالي أول ما لقى ريبيكا سيتعلق بها كثيرا، وهي الحقيقة كيف كيف وتلهت به كما ينبغي والحياة ماشية بصفة عادية. وصلنا لصفية 2011. في الصفية هذه العائلة ساعة في كاليفورنيا تعديها مبنات مختلف المنازل متاع جونا، ومن هذه المنازل عندهم واحد من البيوت الفخمة اللي من بعد باش تحكي عليه كثيرا في وسائل الإعلام، 16 مليون دولار حجم أو حدد سعره، قرابة 50 مليار من المليمات في تونس. هذه سوم الدار، هذه دار قصر ولا دار كبيرة ولا فيلا كبيرة. في الفيلا هذه باش تصير أحداث رهيبة. في 11 جويلية 2011 في هالدار وقت اللي ريبيكا قاعدة بحظة أختها، ما زالت كيف جات تزور فيها أختها زينة، قاعدين يحكيوا مع بعضهم، إذا بيهم فجأة يسمعوا صوت قزاز يتكسر في الدار بطريقة فظيعة. تقوم تجري ريبيكا تمشي تشوف إيش فما، وإذا بيها تشوف في مشهد مروع. ماكس ولد 6 سنين هو وبسكليته طايح فوق طاولة البلار متاع المدخل، والدنيا مكسرة، والطفل باين طايح على راسه وراسه مفرشخ والدم في كل مكان. تهز راسها لفوق باش تفهم شنو اللي صار له الطفل، وتلقى انه الثريا هابطه معاه، الثريا اللي عندهم في الفل هابطه معاه بكلها قزاز. فهمت اللي ماكس اللي كان يلعب في الطاق الفوقاني، الطاق الفوقاني دونك عندهم فيه دروج، مشى بالبسكليت سيب بالبسكليت تقلب بها، جاي يشد في الثريا البلار، هبطت بيه الثريا طاح على الطاوله البلار على راسه، حسيله يعني رعب، معناها كوشمار كابوس. تمشي تجريله واختها بحذاها يطلبوا 911، واحدة اللي هي بيه وتشوف فيه ماكس امورك سافا على بيس كذا، هو ما يتكلمش كذا، ولكنها مسته تلقى ما زال عنده شوية نفس، ما زال يتحرك شوية. طلبوا 911، هو رقم النجدة في الولايات المتحدة كما احنا 197 وغيرها من الأرقام، هما عندهم 911. على الفور باش تجيهم النجدة باش يتم نقله للكلينيك. ما زال يتنفس، ما زال يتنفس، ولكنه باش يدخل مباشرة لقاعة الإنعاش ويدخل في غيبوبة. تطلب ريبيكا اللي ماشية معاهم معناتها ترافق الأمبولانس، تطلب بوه جونا ويتقابلوا بكلهم في الكلينيك. هي في وضعية مأساوية بين البكاء وبين الإحساس الرهيب بالذنب، بما أنه تقول كان ما جيتش أنا تلهيت بختي اللي جيت بحذايا راو لباس عليها الطفل، مسنسة نلعب أنا وياه، مسنسة ليه يا بيه، مسنسة ديما قدام عيني، المرة هذه ما شفتوش هو يلعب بالبسكليت في الطاق الفوقاني، وأنا نعرف اللي هفهوف، معنى عندهم هفهوف متى البلار اللي عاتي على كما بعض الديار عنا يعني فيها بلار على حرف الدروج، الفوات عديتك البلار سي تطيح من الطاقة ذاك هفهوف. إحساس رهيب بالذنب وبين البكاء وبين الحزن وبين أختها، بما أنها وجه السعد عليها قالت لها طوى ماذا بيك تروح سي ما عادش ليهية انتهى الموضوع، هزت وصلتها باش تروح وفرد وقت باش تمشي تجيب رجل أو خو رجلها اللي في المطار، جاي من المطار يجري آدم اللي داير ما يحبهاش برشا آدم
هو بطبيعته يعتبرها مش من مستواهم من كالعام وكذا، وقال خو شو تعمل معنا هذه، ما تجيبها تختم عندك، مش تجيبها، مش تجيبها مرتك، حسيلو دونك هدرة أخرى، المهم مش وقته. طبعا جابته من المطار وصلته للدار وقعدت غادي، خاطر جونا قالها ريبيكا برا أقعد في الدار ارتاح، أنت بطبيعتك يزمك ترتاح. وزيد دينا أم ماكس هاي جاية في الثنية باش تطمن عليه وإن شاء الله لاباس، وهو قالها هكا بين ظفرين على خاطر يعني من غير ما نعطيكم أكثر تفاصيل، مرته أو طليقته السابقة ومرته الحالية ما يتفهموش، دونك باش يزيدوا يتقابلوا في السبيطار باش تزيد تولي معناها خبيلة الهدرة. وفما نقطة أخرى تنرجعوا لها من بعد في هذا الإطار. على كل حال هذه الصورة نهار 11 جويليا 2011 في الليل، الطفل في الإنعاش بين الحياة والموت، عمو آدم في الدار بعد ما جات فقده ما لقى ما عنده ما يعمله في الدار، قاعد يعمل في التليفونات، شوفوا فماشي كلينيك أخرى، فماشي طبيب، فماشي بلاصة يهزوه لها، فماشي حاجة ينجموا يعملوها. البو جونا وأم ماكس دينا موجودين الاثنين في الكلينيك، وريبيكا منهارة في بيتها في الدار. 12 باش يتعدى 12 جويليا بهذه الطريقة، الناس الكل في انتظار خبر صار يجيهم من عند ماكس اللي ما فما كان الأخبار السيئة معناها من عند الأطباء اللي يقولوا لهم أنه وضعيته صعبة جدا شبه مستحيل أنه يمنع. يجي 13 جويليا 6 متاع الصباح، آدم اللي ما يرقدش ليل لنهار مازال يدور في وسط الدار، يدور غفاه شوية توا وتوا قام يدور، وإذا بيه يشوف مشهد صادم. ما زال في هالدار هذه المشاهد الصادمة متواصلة. شنو شاف وشنو زاد صار في دار الجماعة، هذا اللي نقول لكم تفاصيله في الجزء الثاني من حكايتنا لليلة.